سيد طلال، نوقف أيضا واحنا في البحرين، نوقف عن كيف ترى استثمار، يعني انطلاقا من هذه الرؤية، من هذه التجربة، من هذه الخبرة، كيف ترى استثمار الثقافة والمعرفة في مملكة البحرين؟ أنا سعيد بأنك تتكلم عن موضوع الثقافة والمعرفة والعلم كاستثمار، لأنه ما في شك أنه أفضل استثمار وليس فقط استثمار. نحن استثمرنا في البحرين في مبنانا الذي انتقلنا إليه ليكون مقرا لنشاطاتنا الدولية، ولكن استثمارنا الرئيسي هو في الكفاءات وفي الإنسان. نعم. فإذا أول نأخذ الإنسان قبل أن ننتقل إلى الثقافة، يعني مكان وجودنا اليوم في 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 هذا القصر، قصر الثقافة، حيث نلتقي، وقد شاهدت هذه اللوحات الجميلة من الإبداعات البحرينية في المعرض، مركز الفنون طبعا، مركز الفنون طبعا، في مركز الفنون. فأنا يعني أستطيع أن أقول أن هذه هذا التركيز على الجانب الثقافي، لأن الحضارة لا يمكن أن تسير على رجل واحدة. التقدم التقني مهم جدا في الصناعة وفي الإبداع في مجالات الاختراعات وإلى آخره، ولكن الإبداع الثقافي الذي يسقل روح الإنسان ويسقل خلقه جانب مهم، وهذا الاستثمار أراه في النشاطات الكثيرة التي تدار في مملكة البحرين، وأرى النتاج الحضاري الموجود في البحرين. إنما أهم ما يمكن أن نقوله هو أنني أرى أن هنالك رؤية متكاملة لتطور البحرين. بعض الدول ركزت على أنها تريد أن تصبح مدينة معلوماتية، وأن تصبح فقط مركزا للصناعة التقنية، أو تريد أن تصبح مركزا لصناعة معينة. أو البحرين، مملكة البحرين أخذت في نظري اجتهاد كان اجتهاد صائب وسليم، بأنها أخذت نظرة شمولية لتطور الحضارة ومكونات الحضارة، ومنها الناحية الثقافية طبعا والأدبية والفنية. هل لأنها تتميز بكل هذه الأمور؟ نعم. طيب سيد طلال، نقف قبل قليل تحدثت عن القانون، قانون الشركات على وجه التحديد. نعم. يعني نعم. يعني هل قانون بحر الشركات الإقليمية هو الأفضل بالنسبة لكم في المنطقة؟ يعني أنا لي تجربة مباشرة مع القضاء في البحرين، وأقول أنني أشهد عن خبرة بأن هنالك سيادة للقانون في هذا البلد، وهذا مهم جدا. إذا أرادت الشركات الكبرى والعالمية، وأنا أتوقع أنه إحنا البداية سيتبعنا شركات عالمية كبرى كثيرة ستتخذ من هذا البلد مقرا لها، لأن من أهم ما يهم المنظمات الدولية مثلنا هو أن يكون هنالك قانون يحمي الحقوق، بحيث أنه لا يتعدى على الاستثمارات أو المصالح أو الأملاك. فبالتالي سيادة القانون مهمة جدا. القانون، القضاء في البحرين قضاء مستقل، قضاء نزيه، وقضاء حازم. وأنا مارست ذلك بممارسة ليس فقط في خدمة عملائي، بل في تجربة خاصة لنا في قضية تخصنا، وكان القضاء فيها في قمة العدالة. ثانيا، أنا أتكلم عن قوانين العمل، قوانين العالم عمل في الأردن، في 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 المملكة، في المملكة البحرين، تسهل استقطاب العمالة إن لزم. ولكن نحن في حالتنا قررنا أننا لن نوظف إلا بحرينيين. جميل. لماذا؟ لأننا وجدنا عندما أعلننا عن قرار إنشاء المقر الإقليمي هنا، وطلبنا أن استقطاب الطلبات، وجدنا من الكفاءات البحرينية ما فوجئنا به في كل المجالات، سواء كمحاسبين قانونيين في كل مجالات خدماتنا، في القانون، في الإدارة، في خدمات الكمبيوتر، في تعليم، في كل ما شئته من خدمات تتعلق ببناء الاقتصاد، الكفاءات البحرينية متواجدة. ونحن الآن نعين بمعدل 20 خبير شهريا،
عيننا 20 الشهر الماضي حيث بدأنا مرحلة التعيين. هذا الشهر عيننا أيضا ما يزيد عن 20 كفاءة بحرينية. أنا أتكلم عن كفاءات مهنية، لا أتكلم عن عمال وعن موظفين، أنا أتكلم عن خبراء واختصاصيين من الدرجات العليا. فإحنا سائرين إن شاء الله باستيعاب 20 كل شهر لاستكمال الجهاز الذي سيخدم نشاطاتنا في كافة أقطار العالم. مجموعتنا فيها 2000 مهني من هذول المتخصصين، غير إضافة إلى ما نسميه support staff أي الخدمات الداعمة، الموظفين الداعمين للمهنيين والمتعاقد معهم كمستشارين إلى آخره. وأنت تباشر متابعتهم بكل مكان؟ والله أنا لا أباشر شيء، أنا أستمتع بلقاءات مثل لقائي معك. ذلك نحن نجحنا بأن نبني مؤسسة، المؤسسة هي التي تتابع كل شيء. يعني هنالك مؤسسة لها أنظمتها وإجراءاتها التنفيذية والرقابية، هنالك إجراءات رقابية صارمة على الجودة، على حسن الإدارة، على الأمور المالية، على كل شيء. وهنالك توزيع للصلاحيات والسلطات على مستوى كل النشاطات، فأنت عندك الصلاحية في أي مكان ولكن عليك رقابة شديدة. والمؤسسة فيها أنظمة وفيها أدلة عمل تشمل كل شيء، حتى طريقة لبس الموظف، الموظف مش حر يلبس على كيفه، لازم يلبس مثلي بهذا الشكل. طريقة كتابة الرسالة، إذا استلمت الرسالة من أي مكتب من مكاتبنا 73 تجد أن الشكل والنوع الحرف المستعمل والإخراج واحد. فهنالك بناء مؤسسي، هذا البناء المؤسسي يسهل علي أن أحظى بمتعة المعرفة. أستاذ الفاضل، نوقف طبعا المنطقة الثانية، طبعا بوصفك رئيس لمشروع الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات، ما الذي أنجزتموه من خلال هذا المنصب على الصعيد العربي والعالمي في الأمم المتحدة؟ يعني طبعا دور يتفضل بهذا المنصب. ربما يكون الأهم المتاح لفرد عادي مثلي ليس مسؤولا على مستوى الدولة أو أي دولة، ولأنه هو رئاسة ائتلاف عالمي يضم ممثلين الحكومات في العالم ويضم الشركات الكبرى في تقنية المعلومات والاتصالات والمنظمات الدولية كلها، البنك الدولي، الصندوق النقد إلى آخره، المنظمة العالمية للتجارة، الاتحاد الأوروبي إلى آخره، إضافة إلى المجتمع المدني، لهدف أن يكون بوتقة كل ذوي العلاقة فيما يخص مجتمع المعرفة. وهو قد تأسس بقرار من قمة المعرفة التي عقدت في تونس وفي جنيف كما تعرف، الوالد سمت on information society. الرئيس الأول كان كريك باريت اللي هو رئيس انتل، الشركة الأهم في العالم في صناعة البروسيسرز في الكمبيوترز. وأنا استلمت في بداية هذا العام هذا المنصب من كريك باريت. المنصب يتناول الآن، وفي لقائي أصبح له أهمية خاصة الآن هذا العام، لأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أحدث لقاء لي معه كلفني بأن أضع خطة لتسريع تطبيق أهداف الألفية من خلال استعمال تقنية المعلومات والاتصالات باعتبار أن هذا هو اختصاص هذا الائتلاف. وفعلا وضعت هذا التصور واعتمده الأمين العام، وسيعرض على قمة عالمية خاصة في جولاي القادم، ومن ثم يعرض على قمة العالم، قادة العالم، في سبتمبر القادم في الأمم المتحدة.